بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا اكرم الاكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسالك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد بلال بن سعد نحن نترجم ونقرا في ترجمه اولياء هذه الامه والهدف من القراءه ان يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته كان سع بلال بن سعد يقول رب اخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا دينار يعني هذا من الذهب يطلع قريب أربع جرامات ذهب قال إذا كان أخ لك كلما لقيك ينصحك يذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك بيعطيك لير الذهب مثلا أو دينار من الذهب لما؟ لأن الذهب ينتهي مفعوله وقيمته بموتي وموتك، لكن احيانا نصيحه تغير مسيره حياه فتسعدك في الدنيا والاخره. كلمه يلقيها الرجل لا يلقي لها بالا تكون سببا في رفعته في درجات الجنان، وبعيد من هون كلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. سمي الانسان انسانا لانه انسان، لانه ينسى. تعلمون ايها الاخوه كل واحد بيننا ينسى، انا احيانا اكون مقبلا على الله اقبالا شديدا، لكن احيانا انسى، احيانا افتر، فاذا فترت فاذا نسيت انا بحاجه الى اخ يذكرني، الى اخ ياخذ بيدي، الى اخ يساعدني، الى اخ ينصحني، الى اخ يعينني. وانا اذكر وانتم تذكرون ايها الاخوه، يعني احيانا لك صاحب بيعزمك بيقول شو رأيك تروح معي على المسجد عندنا درس. بتروح على الدرس سبحان الله يعلق قلبك فيكون سبب استمرارك في طريق الخير طيلة عمرك. وأنا أخبركم الله يزير خير هذا الأخ هذا الصاحب هذا الصديق يلي كان معي بالصف الثامن. هو بالمدرسة قال لي شو رأيك؟ تروح معي على الدرس أنا بروح على درس شو رأيك تروح معي على درس قلت له إيه رحت على درس كان شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو فخلاص علي سبحان الله علي قلبي رزق هو الله يجزيه خير قديش فضل علي أنه قال لي هالكلمة يا لطيف هلا أنا أغلى هذه الكلمة لما دينار أنا جاءني في حياتي كسبت مالا وفني مضى بس هذه الكلمة التي قالها ونصح سبحان الله كانت يعني سبب في هذا السير فأنت يا أخ صاحب أصحاب إذا لقيتهم ذكروك في أخ الآن هو شيخ دكتور في الشريعة حافظ للقرآن الكريم متقن هو يقول سبب حفظه للقرآن كلمة من صاحب له إنه صاحب بحبه كثير هو أكبر منه هذا المحبوب بالنسبة له. مرة قال له قال له لا أنت ما حافظ للقرآن الكريم؟ قال لا قال له ظننتك تحفظ القرآن الكريم. فقال لي هذا الأخ قال لي لأنه أنا بحبه كثير وهو عم بيقول أنا ظننتك تحفظ القرآن الكريم فأقبلت على حفظ القرآن الكريم وبعد سنة حفظته. كلمة يعني صاحب الخير ابحث عنه لأنه هذا الرجل يعني ربما دعاك إلى أمر أنت غير ملتفت إليه سبحان الله وكان رزقك في هذا الأمر رزقك الروحي كانت سعادتك في الدنيا والآخرة في هذا الأمر يعينك هذا الصاحب على صلاة قيام الليل مرات بزورك بيجي عندك أول ما بيفوت بيقول لك خلينا نصلي ركعتين قبل ما نعود نحكي مرات بيقول لك خلينا نذكر الله قبل ما نعود نحكي مرات إذا رأك بعيدا عن امك، بعيدا عن ابيك، ردك الى امك والى ابيك. اذا في بينك وبين زوجك، بين زوجتك يعني خصومه ردك الى زوجتك، ابنك بعيد عنك رد ابنك اليك. هذا بس صاحب صالح. هذا وين بيلتقى؟ هلا انا اذا بدي واحد يصلح لي الاظان تبع الحمام. وين بالله بدي روح؟ آه عن مناخلية في سوق يعني لأنه في سوق المتخصصون والمهرة والحرفيون بهذا الاختصاص في ذاك المكان وإذا بدي خيط طقم وسألتكم وين بدنا أخي بدنا خيط طقم نحن في سوق يا أخي في سوق للخياطين تمضي إليه وفي سوق لصانعي الطعام تمضي إليه إذا بدك طعام وفي سوق للنحاسين وفي سوق للحدادين وفي سوق للكهربائيات وفي سوق للصالحين كمان ان يعني الصالحون صحيح موجودين في كل مكان مثل هلا, هلأ بجوز في بيناتنا ناس حدادين ونجارين وخبازين وطباخين في جالسون بينكم يعني بس هو في سوق هناك تجد اذا ما لقيت الاول الثاني مو الثاني الثالث مو الثالث الرابع احسن ما يعني تتوه هلا الصالحون كمان وين بنلاقيهم هذول وين سوق الصالحين تجدهم هكذا في المساجد نصيحه يا اخوان الزموا المساجد الزموا حسبكم انها بيوت الله وتجتمعون بها مع أناس صالحين يعني لا كل اللي بالجامع صالحين لا يشترط كل اللي بسوق المناخلية يعني مهرة بالصناعة لا يشترط السوق يعني السوق موجود هؤلاء القوم في هذا المكان صاحب من كان هذا حاله من هذا ديدنه رب أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخين كلما لقيك وضع في كفك دينارا على ان هذا الاخ الصالح كذلك يعينك على امر دنياك حتى ينصحك في العمل اذا كان عنده خبره بالعمل حتى ينصحك في الامور الدنيويه اذا كان عنده هذه الامور الدنيويه. هو خبير بها فهو ينصحك فيجمع الله تعالى لك خيري الدنيا والاخره، والله يا اخوان لما اكرمنا الله عز وجل بالالتزام ببيوته صحيح بانه اكرمنا بسلوك هذا الدرب بس الله عز وجل إذا أكرمك يكرمك بالدنيا ويكرمك بالآخرة. الدنيا والآخرة عند الله عز وجل. فأنتم الزموا الأصحاب الصالحين والزموا مكان وجود هؤلاء الصالحين بإذن الله بإذن الله تسعد في الدنيا والآخرة. واحذر أن يعلق قلبك بإنسان فاجر. لأنه بالمقابل نفس الشيء الفاجر مرات إذا علق قلبك به بيحكي لك كلمة وأنت كنت غافلاً عنها. يشلقك على شغله من السوء والفحش والكرب والضيق بتضل طول عمرك عم تعاني من هذه الكلمه تقول يا ريتني ما قعدت معه هالقعده يا ريته ما حكى هالكلمه هلا نحن يا اخوان بفضل الله بفضل الله نحن غافلون عن كثير من الشر وهي نعمه من الله نعمه كبيره من الله انك انت غافل عن الشر ما بتعرف لأنه أنت بتقعد بمجالسك يعني مع أهل الخير فالحديث حديث خير أو حديث مسامرة طيبة خيرة ما فيها شرور فالحمد لله أنت غائب عن كثير من الشرور بينما بالمقابل الأبعيد من هون يلي وقع بالمخدرات بآفة المخدرات تجده يبكي يبكي من ألمه لأنه داخل هذه الدائرة المفرغة كلما أراد أن يخرج عاد كلما أراد أن يخرج عاد كلما أراد أن يخرج عاد شلون هو دخل بقلب هالدائرة؟ صاحب في له رفيق حكى له قصة، حكى له كلمة، حكى له موقف معين، في له رفيق يعني راح أراه كيف تستخدم المخدرات، علمه دخل بهالدائرة ما عاد قدر يطلع. فبيقول لك يا ريت هالجلسة يا ريتني ما شفته، يا ريته مات قبل ما أتعرف عليه، يا ريتني متت قبل ما أتعرف عليه. نحن الحمد لله يا اخوان غافلون عن كثير من الشر وهي نعمه احذر ان يقول لك قائل انه اخي انت بس اطلع ما تقرب وعك تقرب ها حرام بس الطلع انت شو عم بيصير لانك انت انسان ورجال ولازم يكون عندك خبره بكل شيء بعدين بالحياه احذر هذه الكلمه هو اصلا ابليس يبدا باول خطوه معك هيك يعني بالاطلاع بعد الاطلاع بصير بقى الاقتراب، بعد الاقتراب بصير مجالسة أهل هال هال هالمعصية، هل بعدين بصير تمني المعصية، بعدين بصير فعل المعصية، بعدين بصير الإصرار على المعصية، بعدين بصير مجاهرة بالمعصية، بعدين بصير دعوة إلى المعصية، بعدين بصير تحدي رب العالمين بالمعصية. نسأل الله السلامة. فالحمد لله اللي أنتم غافلين عن كثير من الشرور. والحمد لله اللي انتم غير مطلعين على كثير من الشروط ونصيحه نصيحه ما استطعت اي حدا بده يحكي لك قصص من الاثام والافات سكر الموضوع وغير الموضوع ولا ترضى ان تسمع منه اي واحد يبعث لك واتس يطلعك على شيء يعني من الشر موجود انه بس تطلع انت شو صاير بالعالم احذفه مباشره ليرتاح قلبك لك هيك قاعد بالك وهمك بترك الحرام واتقان الفرائض واداء النوافل وبتزعل لانه اليوم ما حفظت صفحة قرآن لأنك أنت بتحفظ كل يوم واليوم ما قريت الجزء وزعلان لأنك ما قريت الجزء خلي زعلك ورضاك هون أحسن ما يكون الزعل والرضا أنه ما صح حلو هذه الصنعة اللي فيها المعصية أو هذا العمل الذي فيه فجور فإذا أردتم يا أخوان أن تسلكوا سبل الأولياء فعليكم بإخوان الصدق الذين يذكرونكم إذا نسيتم ويعينونكم إذا ذكرتم رب أخ لك كلما لقيك ذكرك ونصيحة يا أخوان نصحوا بعضكم البعض إذا رأيت أخاك على خطأ لا تسكت نصيحة نصيحة كمان نحن يا أخوان لابد أن نشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله هذا رفيقك يلي أنت تراه على معصية وما عم تقول له شيء لأنك ما بدك تزعله مثلاً وما بدك يتحسس منك هو نفسه سيشتكي عليك لرب العالمين يوم القيامة هيقول له يا رب هذا الرجل كان بيحضر بالمساجد وبيعرف في أن هذا خطأ وكان يراني على الخطأ ولا مرة قال لي شيئا يعني أنت هلأ تظن بأنك تخدمه بأنك ما عم تنصحه بس هو سيشتكي عليك يوم القيامة فيا أخوان نصحوا الآخرين والنصيحة ما بد يعني مرات النصيحة بتكون بكلمة لطيفة، مرات بتكون بضحكة، بتكون بهدية، مرات بتكون مو مو بارضى الشغلة، بجوز ثاني يوم انا انصحه بس شوفه هيك هدأ من 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 فورة هذه المعصية انصحه. ممكن انا يا اخي جيبه على المسجد، ما بدي انصحه، بس جيبه على المسجد يحضر معي على مرة مرتين ثلاثة لعله يسمع ما كان هو يفعله من الخطأ. بس يا يعني اخوان اشتغلوا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله اكبر خدمة نقدمها للعالم. يا أخوان شو أكبر خدمة قدمها لنا سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الذي دعانا إلى الإسلام الحمد لله هل لو رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وبس هو صار صلي ويصوم وينضبط بالشريعة ويبر الوالدين ويساعد الناس وأنه خلاص كل مين على دينه الله يعينه وهالناس في براس عائل كل واحد يا أخي شو يدبر حاله شو لي علاقة أنا فيكم لو فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم شو كان صار فينا؟ والله كنا هلكنا. كنا هلكنا، الآن انظروا إلى العالم الغربي والشرقي، والله والله أنت تحزن لما يصيبهم من 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 آلام اجتماعية ومن مشكلات شيء غريبة عجيبة. كيف كيف يعني كيف ينتحر الناس عندهم؟ ولماذا ينتحر هذا الإنسان مخطي وقد وصل مرات من الرتب العلمية ما وصل. وقد وصل من الجاه والمال ما وصل طيب لماذا ينتحر؟ لماذا يرتكبون هذه الموبقات؟ لماذا صاروا يقننون الشذوذ؟ شيء يعني هو شيء مقرف وشيء محزن على هذا العالم المسكين هذا بس نحن مسؤولون أن ننشر الخير أنت أنت الله يسرنا ما الله بكرة يوم القيامة يسألنا أنتوا ليش ما رحتوا اشتغلتوا بالدعوة إلى الإسلام؟ وأنتم عرب وأنتم مسلمون وجاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين والقرآن الكريم كنتم تعرفونه لعلكم اطلعتم في امرأة أوروبية هي أسلمت مسجلين لمقطع عم تقول غدا سأشتكي عليكم إلى رب العالمين لأنكم تأخرتم في إبلاغ الإسلام هي أسلمت يعني جارتها يمكن مدري جارتها مدري هي قرأت وأسلمت قالت هيك كان المقطع عم بيقول بكره بدي اشتكي عليكم انتم العرب انتم جاءكم الاسلام وعنكم الاسلام وما حكيتوا لي صار عمري خمسين سنه لا اسلمت صار لي 50 سنه انا بعيد شو بدنا نقول له الله اذا بكره اشتكيت علينا هال هالمخلوقه فهلا يا اخوان نصيحه انصحوا اخواتكم رفقاتكم جيرانكم مرات انت بتكون يا اخي من اهل القران واهل المساجد واهل قيام الليل طيب رفيقك بالجامعه مخطيه ما ما تدعوه جيبه معك قال ما بيرضى جرب 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 كانوا يقولون يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر ابن الخطاب شو معناتها يعني ما حدا متوقع ان عمر يسلم هلا رفيقك مسلم الحمد لله بس قل له يا اخي جرب قال ما بيرضى هلا هو يعني اشد من المشركين ما له اشد جرب على كل الاحوال انت قل له, قل له مره قل له مرتين اخوك ادعوه جارك ادعوه شريكك ادعوه، الزبون اللي معك ادعوه، خلينا ندعو للخير، والله هي اكبر عون يا اخوان، اكبر عون، مرة ثانية المصاري بتخلص بس يا اخي إذا استقام أمره كان أمره معوجاً واستقام، هذا يبقى معه في الدنيا والآخرة، الله وكيلك بيدعي لك ولو لم يدعو لك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني ليوم القيامة ما بتعرف هذا اللي جبته الى المسجد مثلا وتعلم القران ولاحقا صار هو يعلم القران واللي علمه صاروا يعلموا واللي علمه متواليه هندسيه انت في قبرك وتاتيك الحسنات قديش عم تجي حسنات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لطيف كل اعمال الامه في صحائفه لذلك العلماء قالوا لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يترقى درجات عند ربه رسول الله لا يتوقف ترقيه كلكم بصحيفته كلنا بصحيفته قديش هالصحابة الله يرضى عنهم لهم أجور قديش شيوخنا الله يزيهم الخير عنا لهم أجور وهلأ أنت تدخل تدخل بها المتوالية الهندسية يا أخي وبصير أنت كمان نفس الشيء لك أجور لك أجور من حيث تدري ومن حيث لا تدري والله أنت ونايم على سريرك والناس تدعو لك والناس تثني عليك والناس تذكرك بالخير والناس تتصدق عنك والناس تعتمر عنك مرات ما بتلاقي غير واحد بعت لك لعلك لا تعرفه ولا بتعرف لا اسمه ولا شيء بيقول لك انا سويت عمره عنك عفوا مين انت؟ والله ما بعرفك قال بلا انت بزماناتك قايل لي شغله كثر خيرك انا استقمت من افه الشغله من افه الكلمه وانت نسيته نسيته قلت لكم مره ركبت مع تاكسي قال هو عرفني انا ما عرفته شي 35 سنه عمره قال لي استاذ عرفتني التفتت هيك والله قلت له سامحني ما عرفتك قال انا اسمي فلان الفلاني انت من عشرين سنه مدري من اكثر اقل نسيت انه كنت استاذنا بدوره القران يعني كان ولد هو عمره 15 سنه بده يكون قلت له طيب قال لي انت قلت لنا من عشرين سنه كلمه انا صلي عشرين سنه ما تركتها والله هيك اثار فضولي قلت له شو هي الكلمه قال لي قيام الليل قال لي صلي عشرين سنه ولا يوم تركت قيام الليل يا لطيف والله يا اخوان كانه اعطاني مليون ليره فرحت هلا هو لانه عم يصلي قيام ليل وانا لا تاخذني نسيته هالكلمه ونسيته له ونسيت الدرس اللي انا ساويته وهن كانوا اطفال يعني شو 15 سنه صف سابع ثامن شوف علقت في قلبه كلمه الخير قويه جدا يا اخوان ما تفكر انه لانه انت انا بعرف بحكي او انت بتعرف تحكي هي كلمه الخير قوتها في ذاتها لانه هي بتتوافق مع الفطره الله خالق الإنسان على فطرة سليمة صحيحة فكلمة الخير تتوافق معه فأنت أولى أولى ولو ما استجاب الآن مرات بجوز بعد سنة يستجاب بعد يستجيب بعد سنتين بعد عشر سنين يقول بزمناته فلان قال لي كذا وهذا أكبر معونة نحن نقدمها لمن حولنا ولأنفسنا الخير فضلاً هلأ إذا بتقدر تعاون كمان بالأمور المادية عاون استطعت لذلك سبيلاً على كل إن الأولياء هذا شأنهم إحنا هدف القراءة بسير الأولياء شأن نعمل عملهم إن هيك يرتبون أمورهم ما بتلاقي غير بصاحبه هيك بعضون بصاحبه أشخاص أبسط منهم بيسوون برتبتهم أول واحد ثاني واحد خامس واحد عاشر واحد ميت واحد وهكذا مرة شيخنا الله يرحمه في أخ له مو إنسان له ببغاء في ببغاء كان من باب بالسوق بس هالببغاء بيحكي كلام رزيل بسب محفوظ حافظ يعني مسبات انتم بتعرفوا الببغاء لما بيكون بيحكي يعني كلمه بصير اغلى يعني انه متعلم هذا بس هذا متعلم كم كلمه ما حلوين مسبات فاخ حب انه يضحك الشيخ راح هو شاري هو شاري الببغاء اخذ هالشيخ وطلع الى مزرعه الشيخ قال له سيدي بدي هيك يعني اطلعك على الشغله قال له تفضل قال له فوتوا لنا الببغاء فعد حطها الببغاء بعد شوي هالببغاء حكى بس حكى كلام ما حلو مسبات يعني ضحك هذا الاخ انه بده يضحك الشيخ فالشيخ الله يرحمه قال له خليه عندي ببغاء خليه لي عندي خلص الشيخ قال له خليه عندي قام خلاه عنده بعد شيء أربعة أشهر الشيخ بيقول لهم دقوا لفلان خلي يعني يجي فدقوا له لفلان اجى فلان صاحب الببغاء لما قعد مع الشيخ الشيخ حكى معه يعني طمن عليه قال لهم جيبوا لنا الببغاء جابوا الببغاء حطوه صار الببغاء يقول سبحان الله سبحان الله نسيهم هذنك وصار هلا عم بيسبح الببغاء لما بيصحب الاولياء بصير بيذكر الله بقى كيف الانسان شايف اذا انت صاحبت اناس هيك من الصالحين من الاولياء بيشدوك وبيرفعوك وبيغيروا لك طباع سيئه عندك وطباع لا ترضي وطباع فيها معصيه وبيحطوا لك باذن الله بدالهم طباع خيره رب اخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من اخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا وعن الاوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر الى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت. لا تنظر الى صغر الخطيئة انه انا شو عم ساوي؟ شوف غيري شو بيساوي يا اخي، ولكن انظر من عصيت. يا لطيف انت عصيت جبار السماوات والارض، ملك السماوات والارض، كمان شوفوا الاولياء هيك هذا حالهم. لذلك يقول واحد من الصحابي انكم يخاطب التابعين يقول انكم تعملون اعمالا هي في نظركم ادق من الشعر كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات هذا الله يسترنا الصحابي عم بيقول للتابعي عم بيقول لهم ترى انت شوفوا انتم عم شغلات هلا عم انه انا شو مساوي يعني قال هي كنا نحن نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات لكن الصحابة الله يرضى عنهم خير جيل وطأ على هذه الأرض كلهم أولياء فينظرون كانوا إذا قصروا شيئا مع الله واحد من الصحابة خربط خربطة إجا ربط حاله بسارية المسجد وحلف ما بنفك لحتى تنزل توبتي ويفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وتنزل توبتي من السماء ما يفكوا غير أنه يصلي ويرجع يربط حاله النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا انه هيك قال قال اما وانه قد قالها فحتى تنزل توبته فبعد ايام نزلت توبته من السماء شو هذا يا اخي والله شيء يعني موقف صعب تخيل شو يعني ربط حاله بالجامع يعني مو سائل لا فاتوا هالصحابه فات المسلمون قالوا ليش هيك يا عيب شو عامل معصيه بيصير ما له سائل عن كل هدول شو بدكم احكوا وشو بدكم قولوا انا بدي الله بدي الله انا أصرت معه شغلة بدي هو يتوب علي شو هالايمان يا اخوان كان عندهم ايمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انفق احدكم مثل احد ذهبا صور جبل قاسيون كله ذهب ورحت انت انفقته هيك في سبيل الله ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه قد كف من احدهم ما بلغ لانه كان عندهم ايمان عالي جدا جدا الاولياء يا اخوان هيك إذا أخطأ شغلة بسيطة مع الله لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت فأنتوا كمان هيك تدربوا ولا تسمح لأحد يقول لك إيه معلش معلش صغيرة هي الشغلة وأنت أصلا هلأ شاب وهلأ طلعتك وكلهم بيعملوا هيك بيعملوا أكثر من هيك كمان أنت كتر خيرك بس هيك فلا ترضى لنفسك أنه أنا ما مساوي شيء أنت أخي بدك تكون من الأولياء اجتهد ألا تقصر إذا زلت قدمك فورا توب فورا أقلع فورا استغفر ولا تخبر أحدا لكن ارجع جدد أعمال صالحات إن الحسنات يذهبن السيئات أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين